ارحب بكل المشاهدين الكرام في ملخص الشوط الاول للقاء شباب السوالم الرياضي امام المدير الجديد، اللقاء اللي كيقودو الحكم عادل زراق. مباراه اللي كل فريق يسعى لتحقيق انتصار وتحقيق ثلاث نقاط. كل المحاولات كانت لمعده فريق شباب السوالم، بواسطه لعيب لحسن دحدوح تدخل وابعاد الكره للزاويه. زاويه اللي تلفتات من طرف زكريا الحيان داخل منطقه الجزاء الراسيه، والكره تمر جانبا. شباب السوالم اللي اعتمد على الانطلاقات والمرتدات السريعه، فرصه اخرى هنا بواسطه لاعب مهدي موهوب وتدخل الدفاع وابعاد الكره بطرف الحارس مهدي مفتاح. كره الثابته والزوايا حاول فريق شباب السوالم انه يستغلها من اجل الوصول للمرمى. في الوقت فريق المدير الجديد اعتماد على بولا باسين لاعب سينغالي، هنا تسديده وتدخل الحارس مجيد مختار. جبريل سيلا من الجهه اليمنى يرفع الكرة هنا الرأسية، الكرة تمر جانبا، شكلت خطورة على دفاع فريق المدير الجديد. تدخل هنا الحارس مهدي مفتاح في مناسبتين، تمريرة ومهدي موهوب يتمكن من وضع الكرة في الشباك. لكن بعد العودة لتقنية الفار وتقنية الفيديو، الحكم عادل زراق يلغي الهدف تتعيد الجولة الأولى بتعادل 2-0 بين الفريقين. استثناء التمريرة اللي كانت يعني كان من وراءها تسجيل الهدف اللي تم الغائه. اذا تعطى انطلاقه لهذه الجوله الثانيه، والكره اللي في يد فريق شباب السوالم اللي احتفظ بنفس التركيبه وبنفس المجموعه، ما كاينش هناك تغييرات. تمريره طويله طرف المدافع محسن الربيبي، كره بالراس، حكم كيطلب مواصله. إذا أمين بسن بالفعل يسدد كرة سديدة، فرصة ممتازة، تدخل حارس مهدي مفتاح اللي كان في المكان المناسب. قلت أمين بسن اللاعب اللي يجيد التسديدات بقوة، تسددات بكل قوة، يعني محاولة ممتازة لفائدة شباب السوالم. مستطيل العمليات من جديد، مهدي موهوب تسديدة لكن مشات فوق المرمى، ولاعب الحسن دحدوح هو اللي قعد تسديده ديال امين بسن. دخول الحارس مهدي مفتاح تبعد المحاوله من اجل الجهه اليسرى، تلعبات الكره، فرصه فرصه فرصه، تدخل وابعاد الكره، دائما محاوله تسديده قويه، كره تمر جانبا بواسطه لاعب ياسين غزواني. غزواني تبعه من جديد هذه المحاوله، تلعبات الكره بهذا الشكل. كان المتابعه ديال اللاعب ايمن حديدي، ثم تسديده قويه لياسين. ترجع الكره من انس سبيح، ارفع الكره، هذه فرصه، فرصه عند اللاعب مهدي موهوب، فرصه تسديده وتدخل الحارس، تدخل الحارس مهدي مفتاح. مستوى الكرات الثابته سواء الاخطاء او الكرات الخاصه بالزوايا والركنيات اللي بامكانهم يحملوا. تعبت الكره القائم الثاني، تدخل الحارس مهدي مفتاح بن حليمه. دائما لفائده فريق المدير الجديد ياسر جريسي. تمريره ممتازه، فرصه 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 الهدف، فرصه الهدف والهدف، هدف اول لفائده فريق البلوديه الوجديه. كان ورقه رابحه. اذا هشام مرشاد غادي نتابعوا من جديد المحاوله والتمريره اللي كانت تمريره ممتازه، لاحظوا انطلاقه ديال هشام مرشاد، الكونترول كان بشكل جيد، يتمكن من وضع الكره في الشباك. لاحظوا الطريقه باش وضع الكره والتمريره الجيده من انس سرغات، لاعب سابق لفريق عداد، يمرر في اتجاه هشام مرشاد الذي ينجح في وضع الكره في المواجهه. سنتابع هذه الفرصه، فرصه 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 سديده عرضيه، تدخل الحارس، تدخل الحارس كانت بواسطه لاعب اشرف غريب، تسديده عرضيه، تدخل الحارس مهدي مفتاح. تابعوا من جديد هذه المحاوله، طريقه ممتازه باش خدع الكره لاعب اشرف غريب، يسدد كره عرضيه وتدخل. لاعب زكريا الحيان، البحث على التمريرات الطويله، البحث على الكره في القائم، كره في القانون، وضع الكره في الشباك. لعبات الكره بشكل ممتاز من زكريا الحيان. لاحظوا ارتقاء ديال مهدي موهوب، الراسيه ديال جبريل سيلا، يعني لاحظوا الراسيتين كانوا يعطوا هدف تميز، وما تمكنش بحصر الكره. اقرب لانس سرغات، انس سرغات المرتده الهجومي ستكتسي خطوره. بور باسين، بور باسين سينغالي، شو غادي يعمل سينغالي؟ الهدف، هدف انتصار، هدف الخلاص، هدف ثلاثه ديال النقاط للمولوديه الجديده، يعني هدف انتصار. لاحظوا هنا استرجاع الكره وافتكاك الكره طرف المدافع واللاعب انس سرغات،
التمريره تجاه لاعب بول ماسين فالير. هنا السرعه، هنا انطلاقه، دخول داخل المنطقه الجزائريه، مراوغه ممتازه وكره بطريقه اللاعبين الكبار بول ماسين لاعب السنغالي. وبها تنتهي المباراه بفوز فريق البلديه الوجديه بهدفين لا شيء. هدف الاول هشام مرشد في حدود الدقيقه 81 والوقت بدل الضائع بول ماسين فالير، فرحه كبيره. هدف ثاني يساوي 3 نقاط غاليه لفريق البلديه الوجديه. المباراه تنتهي بروح رياضيه كبيره.